بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مع الأمين. زي ما تعودنا مع بعض احنا بنتكلم في مجال التصنيع وكل المهن والصناعات، وبنحاول ندعم الشباب اللي هو عنده طموح وعايز يبدأ ويشتغل، ونبقى موجودين معاه وعاون معاه، ويبقى موجود معانا نماذج مختلفة من كل الصناعات ومن كل المجالات. فبنحاول بقدر الإمكان إن احنا ندعم شبابنا ونبقى واقفين معاهم وموجودين معاهم، نحاول يعني نطلع الكوادر والشباب اللي هو عايز يثبت نفسه في مجال العمل. والنهاردة حلقتنا مختلفة تماما، بنتكلم فيها عن الرياضة. وطبعا احنا من اكتر من لقاء مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالنسبة لي اتكلم عن الرياضة وقال هي صناعة، هي صناعة واستثمار. فاحنا النهارده معانا بطل العالم في الكيك بوكسنج الكابتن صلاح عزازي. بنرحب بكابتن صلاح. اهلا بك يا مرحب فندم. بيك كابتن الله صلاح، يخليك، الله يخليك منور فندم. النهارده شكرا يا زميلي، برنامج مع الامين شكرا يا وقناه فندم، الصحه والجمال. اشكر قناه صحه الجمال واشكر حضرتك. والله حبينا يا اتشرف كابتن عليك. صلاح اللي انت حضرتك تكلمنا كده عن قصه كفاحك ونجاحك، اللي انت وصلت لاكثر من بطوله من الحمد بطولات لله. نعم العالم، فحابب انت حضرتك يعني ايه تتكلم باستفاضه كده ونوضح لمشاهدينا ولشبابنا. ماشي يا فندم. هي والله هي الصناعة فعلا، الرياضة صناعة، وليس يعني صناعة مع عزيمة. طول ما الواحد عنده عزيمة بيلاقي أكتر من فريق بيقف جنبه عشان يوصل للهدف اللي هو عايزه. الحمد لله أنا لعبت كاراتيه ولعبت كونغ فو ولعبت كيك بوكسنج. فلما لقيت نفسي في لعبة الكيك بوكسنج كنت بعمل في شركة، والشركة ديت بحمد ربنا إن ربنا كرمني بالشركة ديت، هي شركة عالمية برضك. فكان في يوم رياضي، فاليوم الرياضي دوت انا كنت عملت عرض في الشركه، وكان معايا رئيس مجلس اداره ورئيس نقابه العمال الله يرحمه المهندس كمال جاد والاستاذ محمد محمود. فالحمد لله هم عملت العرض، فبهرب كل الحمد لله حتى زملائي العمال. انا كنت مشرف امن صناعي في الشركه ديت، وكلية الشرف يعني. طبعا الرياضه، ما يعني انت قدامك عندك عزيمه واراده، مش شرط انت شغال ايه، اهم حاجه اللي انت تقدر تثبت وجودك. عامل تقدر تثبت وجودك، مهندس تقدر تثبت وجودك، دكتور تقدر تثبت وجودك، من السيدات برضك ست بيت تقدر تثبت وجودها في البيت، ان هي تربي ولادها، وان تربي ولادها وتطلع اجيال، تطلع منهم دكاتره ومهندسين وابطال، دي برضك ان هي برضك تثبت وجودها. فالحمد لله كنت عملت عرض في اليوم دوت، والعرض دوت كل شركه انبسطت منه الحمد لله، وكان فضل كبير من عند ربنا. فطبعا قلت لهم، كان لعبه الكيك بوكس نزلت مصر، فقلت لهم في عندي بطوله في ايطاليا، الكلام ده في سنه 99، قلت لهم عندي بطوله في ايطاليا، والبطوله دي في شهر 5، والعرض ده كان في شهر 2 برضك في 99. فالحمد لله هم جابوا لي التاشيره والاقامه، واتصلوا بالاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي بعت لي كان يومها الدكتور انو فانسوني. طبعا انبسط ورحب ان اول بطوله عالميه زي كده، والحمد لله كنت اول عربي مصري اشارك فيها. الحمد لله خدت رابع عالم في لعبه اسمها اللايت كونتاكت كيك بوكسنج 7 اساليب. كيك بوكسنج ديت اصلا لعبه من قد يعني هي لعبه قتاليه بيسموها بس فايتر، افضل مقاتل. اللعبه ديت من قديم الازل، من ايام بوذا دوت اللي هو في الصين، من ايام بوذا، وكان هو واخواته اصلا نشأت في جزيره، الجزيره ديت بين الهند والصين. طبعا يعني ايام بوذا كابتن، اللعبه دي من قديم يعني الازل. فترة كبيرة. نعم، اللعبه دي من قديم الازل، بس هي انتشرت في انتشارها في نزلت امريكا سنه 72، 1972 بدات تنتشر في امريكا بروسلي، لعب باسلوب الكيك بوكسنج برضك وكده. فطبعا ان الكيك بوكسنج اصلا من قديم الازل نشرها بوذا واخواته، بس منها اللي هي كاراتيه، ومنها التايكوندو، ومنها الكونغ فو، ومنها الجودو. فهي في الاساليب ديت جمعهم اخوهم الصغير وسافر على تايلاند، وهو جمع الحاجات ديت في اساليب الكيك بوكسنج. بدا وهي اصلا من زمان في تايلاند، انتشرت في 72، واول بطولات التعبت في امريكا، وكانوا بيلعبوها بطولات محترفين في ديزني لاند حتى الان. طبعا انتشرت في دول العالم حاليا، اوروبا. الحمد لله انا لعبت بطولات من سنه 99 وانا بمثل مصر الحمد لله. اول بطوله كانت في ايطاليا خدت رابع عالم، تاني بطوله كانت في برضك في ايطاليا خدت ثالث عالم، خدت دوره في لبنان الحمد لله،
حصلت على بطولات تصفيه لوس انجلوس وجت حدث ديسمبر ما كملتش. حصلت على اول عالم في امريكا محترفين، على تاني عالم في امريكا، في المانيا، في ايطاليا، في فرنسا، في اسبانيا الحمد لله، في جنوب افريقيا، نشرت اللعبه في اليمن، في دول كتير برضك الحمد لله، في تايلاند. طب انت حابين برضه كابتن صلاح احنا عايزين نعرف برضه الكيك بوكسنج بالنسبه ليها واللعبه اللي هي الواي باي، ايه الفرق ما بينهم؟ انا بصراحه انا هي لعبه الكيك بوكسنج سبع اساليب، لعبه الكيك بوكسنج سيمي كونتاكت، لايت كونتاكت، فول كونتاكت، تاي بوكسنج، تاي جيدو، ميوزك فورم، اداء حركات مع الموسيقى اللي هي اسمها ميوزك فورم. تمام. دي اللي انا لعبتها ودي اللي انا اعرفها. تمام تمام. فالكيك بوكسنج هي انا يعني الكيك بوكسنج يلعبها السيدات والرجال، وهي منتشره جدا بره بيلعبوها السيدات والرجال. طبعا رياضه ممتازه، بتخلي الواحد اهم حاجه بتنمي الاخلاق. تمام. بتخلي الواحد برضه يعني في صور اتعرضت لحضرتك على الشاشه برضه. نعم. موجوده معانا. نعم. حابين برضه حضرتك تتكلم عنها. دي اخر بطوله الحمد لله رقم 18. والبطوله ديت كانت في مانشستر، في كانت 26 27 اكتوبر اللي اكتوبر اللي فات دوت حضرتك. الحمد لله حصلت على اول عالم في الوزن بتاعي فوق 85، ثاني عالم في الوزن المفتوح. كان فيها ابطال عالم من حوالي 20 دوله. الحمد لله كنت بلعب باسم النادي الاسماعيلي. طبعا في البطوله دي فضل من عند ربنا كان معايا الدكتور ابراهيم فارس، ومعايا الاستاذ علاء وحيد، وكان معايا الكابتن عادل مصطفى، وكان معايا دي البطوله دي السنه اللي فاتت دي كانت مازن ويعني ورانيا صادق. علاء وحيد ده زميلنا الاعلامي. علاء وحيد صلاح. أيوة. وده سياده المحافظ بصراحه ده يعني انا بعتبره مش معالي الوزير دوت صراحه، من يعني كرمني في المكتب بتاعه وده بحفزني. الحمد لله لما حصلت على اول عالم المره دي رحت للمكتب بتاعه، وانا اعتبرت ان انا مش كان رايح لاب ليا، وكان جابني في منتهى ده. طبعا السيد الخشنيه مدرب في الكيك بوكس معانا، وده طاقم الطيران مصر الطيران، والناس دي احتفلوا بينا احتفال بصراحه كنت في منتهى ان بلدي واهل بلدي، ان هم برضك اللي هو على فكره الناس فاكرين كل مش كل حاجه للفلوس. هو اهم حاجه ممكن ايه، ممكن انا اكرم حد ببسمه بكلمه باللي انا احافظه ان هو انا يعني اقول له انت برافو عليك، والمره الجايه ان شاء الله تكون احسن وكده. طبعا كان البطوله بتاعه مانشستر الحمد لله كنا طالعين تيم كامل من نادي الاسماعيلي، وكان معانا المهندس تامر موسى، والكابتن محمود النجدي، والكابتن عادل مصطفى، والاستاذ علاء وحيد، ومدام سحر خالد، وكان معانا بردك الدكتوره تغريد عرفه. كان معايا بردك الحمد لله في البطوله ديت ابطال عالم من كل امريكا والمانيا، وكان ايطاليا، وكان الارجنتين والهند. فالواحد برضك ان هي صناعه بطل، وفي نفس الوقت ان الرياضه استثمار. طبعا الرياضه دي استثمار. لما اروح العب بطوله، ومن اول ما باخد التاشيره واركب الطياره وانزل البلد اللي انا رايحها، ماني بصرف تاكسي، وبروح وباكل، وبروح اقعد فندق، ده كله دخل للبلد. فاحنا احنا لو احنا بنبص لها ان الرياضه دي استثمار رقم واحد. من الرياضه ديت ان اكتر حاجه بتنشر بتعمل دعايه للبلد. يعني انا بتكلم عن مانشستر واللي انا شفته في بريطانيا في انجلترا، وان سفير بريطانيا كرمني السنه اللي فاتت، ومستر سير مستر دي معالي السفير ديفيد ادمز كان من الشخصيات اللي المحترمه، ولما قابلته وقعدت معاه هو حفزني ان انت تروح المكان الفلاني والمكان الفلاني، المكان ده هتلاقيه كويس في بلده، عشان هو بيعمل سياحه لبلده. والحمد لله هو عامل حفل التكريم في شهر واحد الجاي دوت باذن الله في السفاره بردك، وكل لي الشرف ان هو لما بروح العب بطوله دي احسن استثمار. لما بلعب بطوله، لما اعمل بطوله عالم هنا فضل من عند ربنا ليه علاقه بجاك نورس وفاندام جاني خلود فاندام وابطال عالم، واعمل بطوله هنا، وان يجي مثلا حوالي 20 دولة، يجي 4000 لاعب، وكل الدخل ال 4000 دول يخش للبلد، ما دي استثمار. لما انا بعمل كمان استثمار بردك، مش عايز ابص لها من الناحيه الماديه. أيه. ما استثمار للجيل اللي طالع دوت. صح. لما تلتعب هنا بطوله عالم ويجي ابطال عالم وتبقى منقول على كل القنوات الفضائيه، وان كله يتفرج على البطوله زي كده، كله نفسه يلعب. ما انا بستثمر ولادي لما يتفرج على بطوله زي كده، نفسه يبقى نفسه ابقى بطل زي كده، نفسه ابقى بطل زي كده. انا كنت صغير، والحمد لله الاب والام ليهم عامل اساسي صراحه، ربنا يرحمهم يا رب. بصراحه كان ليهم عامل اساسي. ابويا الله يرحمه كان دايما يقول لي انت مشيت مع مين، كنت ماشي مع مين، ذكرت ما ذكرتش، صليت ما صليتش،
ماشي، كان حتى كان سبحان حتى هم كانوا على الفطره، بس كان نظام الغذاء كمان كنا بناكل غذاء صحي. ابويا الله يرحمه كان بيقول لنا الغذاء، امي برضك الله يرحمها ويحسنها كان برضك بتقول لا يعني اقول لنا انا عايز اكل غذاء اه، كان كله وكان على الفطره. دي اللي انا نفسي اتمناه من كل من كل اب دلوقتي، ان هو يهتم باولاده، وان انا اكون قدوه لابني، ما اكونش مثلا انا مدخن وعايز ابني ما يدخنش، ما اكونش مثلا لا ما ينفعش، ما ينفعش ان انا اكون يعني ايه، ما ينفعش ان ابني يشوفني بدخن، ما ينفعش. وانا اصلا لما التدخين هياثر عليا وهياثر على اولادي وهياثر على صحته وهياثر عليا في الشغل في المصنع او في دكتور او مهندس او ضابط او اي كان، برضك الام لازم الام يكون عندها ثقافه. الثقافه ازاي؟ ان انا اعمل غذاء صحي لاولادي، ازاي انا احفز اولادي واعملهم غذاء كويس، وازاي ان انا اربي اولادي صح، ان انا اربي اولادي صح، مش ممكن مش اللي انا اضرب ابني واميز ولد عن ولد، لا انا عايز احفز ابني اقول له ده غلط وده صح، انت لو عملت الحاجه الفلانيه انا هحرمك من الحاجه ديت، واخويا وابن الثاني اتكرموا لما هو يشوف ابن اخوه ان هو مثلا خد حاجه وهو ما خدش الحاجه ديت، لا هو هيغير من اخوه الثاني وهيبدا يعمل حاجه صح. عشان ايه؟ عشان ما هو شاف مامته مثلا ادت دوت مثلا اي كان تيشيرت او اي كان او اي حاجه وهو ما خدش، لا طب ما انا عايز اخد تيشيرت زي اخويا. نفس الشيء احنا برضك في انا كنت بتمرن في نادي سمو ريد سكوربنج وبدرب فيه، كنت هناك شفت ازاي صراحه الناس عندهم ثقافه عاليه جدا في امريكا في لوس انجلوس. طبعا كانت الام تبص تلاقي الواد عنده 6 سنين جايبه ابنها وقاعده بره، ابنها بتمرن الساعه وجاب له بدله الكيك بوكسين او شورت والفنانه بتاعت الكيك بوكسين والكلابزات والهيد جارد وكل حاجه، تلاقي الطفل كده هو حاسس ان فيه اهتمام، حد اهتم بيه. فلازم الطفل يبقى بطل. نفس الشيء بردك الام والاب، لازم اعرف ابني محتاج ايه في الاكل بردك، امنع عنه اي حاجه انا ما دخلش الحاجه اللي تاذي الصحه، تاذي ولادي في البيت، امنع الصودا اللي تاذي البيبسي والسيفن والحاجات ديت. كمان حضرتك كمان احنا بناكل اكل غذاء عشوائي، انا لما يكون ابني مثلا بيشرب الصبح اللبن وكل لبن متوفر في البيت، كنا بنشرب لبن، لما باكل بيض، البيض ده مفيد جدا وعلى فكره من اجود انواع الفيتامينات على مستوى يعني في كل الغذائيات، بيض البيض، بيض البيض ده انقى فيتامين في كل الغذاء. طبعا ما اقولش انا اجيب له مثلا حاجات مؤذيه واجيب له الكبده، دي من اكتر حاجه مؤذيه في المؤذيه الكبده. احنا طبعا احنا كمصريين مش لا ما ينفعش الكبده، والله انا بنصح ان الكبده ديت تبيت السموم في الجسم، يعني السكر الزايد بيروح للكبده، الاملاح الزايده في الجسم بتروح للكبده، السموم في الجسم بتروح للكبده، كل حاجه بتروح للكبده خلاص زياده، ده حاجه امراض بتروح للكبده واحنا هوب نقوم واكلين، لا دي مؤذيه مهما كان اي انواع الكبده مؤذيه. ماشي، ما اقولش انا ما اجيبش انا الحاجات، ابدا ابني اربيه مثلا الصبح اسلك له بيضه كوبايه لبن، اعمل له بالذات في الشتاء ديت عصير الموز مع الكيوي، ده مفيد جدا. ابدا اقلل من السكريات، وانا عارف ان الظروف صعبه معلش، لو في عسل نحل يبقى احسن من السكريات. ابدا لو عايز اكله اكله، لو عايز ياكل مثلا حلويات ياكلها الصبح ومش بكثره، ما ياكلهاش قبل ما ينام، ما ياكلهاش بالليل، عشان الحاجات ديت بصره، الحاجات ديت اكتر حاجه الحلويات صعب التدويب الدهون بتاعتها. طبعا اي دهون مصنعه بردك مشكله للجسم. طبعا السمنه البلدي ده مفيد، مفيده القشطه مفيده، الفراخ دي مفيده، السمك مفيد جدا، اللحوم بردك، بس بردك كل حاجه يعني ايه في حاجات معينه. اللي انا اعمل طبعا في الفطار اعمل لاولادي الافوكاتو، اعمل لاولادي البروكلي، اعمل بروكلي مع المشروم مع البيض، الحاجات دي مع الفلفل، الحاجات دي مفيده جدا. السلطه طبعا السلطه ده من افيد حاجه لجسم الانسان. طبعا احنا المفروض الحاجات دي نربيها، تكون دي منهج في البيت، يبقى الام فاهمه، الام عندها ثقافه، الاب عنده ثقافه، عنده ثقافه ان هو ربي ابنه ازاي، ان هو مثلا ما ربيش ابنه على يعني حاجات الوحشه والتدخين والحاجات ديت، دي بتبقى صناعه. ما احنا عايزين نصنع بطل، نعمل كده. انت عايز ابني يبقى بطل، يبقى دكتور، يبقى مهندس. انا ممكن الاب والام ليهم عامل اساسي، المدرسه لها دور، ان دور المدارس دلوقتي ما عدناش بنشوفه، البيت المفروض مثلا اجي مثلا انا الم اولادي في يوم واقول لهم احنا هنمشي النهارده، وكل واحد معاه جهاز ميه، الميه دي من افيد ما يمكن. المفروض الميه ديت احنا في الشتاء الناس ما بتشربش ميه، اللي ما بتشربش ميه بص تلاقي ايه الوش جاف،
الجلد بشره الجلد كلها جفت، ما انت بتشربش ميه. تبص تلاقي الكلى من اخطر ما يمكن، الناس بتشربش ميه، بتشربش ميه في الشتاء ليه؟ قال يقول لك لا انا مش هشرب ميه، لا لازم تشرب ميه، واقل حاجه تشرب ميه في الشتاء مش اقل من 3 لتر او 2 لتر. ايوه لان الميه دي مفيده. بص لها الواحد يقول لك عندي مقصه، طب ما المقصه دي من الاملاح، وتبص لها الهب الشتاء تعدي الاملاح ظهرت عندك، اللهم احفظنا يا رب. تبص لها الحصوات والحاجات دي، طب الحاجات دي مؤذيه يا جماعه. احنا عايزين نكون احنا ايه، احنا بلدنا ديت غاليه علينا خالص. تمام. فعايزين بلدنا، عايزين الجيل اللي طالع دوت نربيه تربيه صح عشان يبقوا ابطال. مش شرط ان هو بطل رياضي، بس يكون هو برضك رياضي. تمام. مش شرط ان هو مثلا يكون دكتور، لا يبقى مهندس. مش شرط ان هو يكون مهندس يبقى ضابط. مش شرط يكون ابقى عامل وناجح في المكان اللي انا فيه، لان احنا عشان وكمان الاخلاق، لان الرياضه ديت بتحس نفر بالاخلاق، بتخلي الواحد يحب بلده، بتخلي الواحد برضه عنده ثقه بالنفس، بيحترم ابوه، بيحترم امه، ويبقى عارف ان هو بيعمل ايه. وكمان يعني بصراحه انا نفسي ان شاء الله باذن الله يبقى في مدارس رياضه، مدارس. احنا دور كره القدم كان في المدارس منتشر، كان في مسابقات مشي، مسابقات جري، كان في العاب قوه حتى في مركز الشباب. للاسف الحاجات دي ما عادش موجوده. ليه؟ نفسي اعمل حاجه. نفسي بمناسبه بقى مركز الشباب يا كابتن. نعم. صلاح، مين اللي اكتشف حضرتك في الكيك بوكسين؟ والله انا الحمد لله فضل من عند ربنا، انا كنت بلعب في مركز شباب بلبيس، والحمد لله كان كابتن عبد المقصود جاد، الله ربنا يشفيه يا رب ويديله الصحه. الشخصيه ديت كانت الشخصيه دي كانت عزيزه عليا، وهو صراحه اهتم بيا جامد. الكابتن جمال صبر الله يمسيه بكل خير، كان مدربي في الكونفو، كان بيهتموا بيا، وكنت بروح العب بطولات باسم مركز شباب بلبيس. فدول كانوا بيهتموا بيا، فحسيت ان انا الحمد لله مع الاب والام. لازم الاب والام دول عليهم عامل اساسي. مع الاب والام، مع المركز الشباب اللي كنت فيه، كان حسسنا بالاخلاق في المركز الشباب. الكابتن عبد المقصود جاد الله يمسيه بكل خير كان يقول انت عايز شد حيلك، البطوله الجايه لازم تلعب، لازم تكسب، انت بتلعب باسم بلبيس، باسم الشرقيه، بتلعب باسم كفر قديم. بص لا بيقول لي بتسمع، لغايه لما الحمد لله وصلت لبطوله الجمهوريه كونغ فو، خدت مره اول جمهوريه ومره ثاني جمهوريه، لقيت نفسي الحمد لله في الكيك بوكسين. فطبعا حضرتك يعني هو الواحد مش هينجح لوحده، انا الحمد لله مش لا يمكن حد ينجح لوحده. لازم يكون ايه، انا عاوز اقول كلمتين، لازم يكون مثلا عندي عزيمه، وهلاقي بالعزيمه وهزمه وجودي هتلاقي الكل بسندك. انا الحمد لله في امريكا كرمني السفير هشام نقيب، وفي دبي كرمني السفير مهاب نصر، وكان في البطوله اللي السنه اللي فاتت كان معايا بلال، خد اول تاني عالم مهاب نصر. كان معايا بردك، كان معايا عمار، تمام، وزير الشباب والرياضه برضه، والحمد لله وزير مع الوزير الشباب والرياضه انا اعرفه كويس، وهو شخصيه عظيمه، وهو احيانا بيحفزني وكده، بس انا عارف ان هو دلوقتي عنده يعني الوزاره برضك وكده، ربنا يعينه. الله يعينه. وزير الشباب بالظبط كده. يعني ورئيس نادي الشرقيه برضو كابتن صلاح، يعني بصراحه شخصيه محترمه. شخصيه محترمه، والحمد لله كرمنا عنده. هو موجود يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني بيدعم الشباب. بصراحه رحت عنده النادي والراجل كرمني بصراحه. كان بصراحه من ضمن طبعا معالي وزير الشباب، معالي محافظ الشرقيه الدكتور ممدوح عراب، ومعالي الدكتور بردك رئيس مجلس اداره نادي بردك نادي الشرقيه، النادي الاسماعيلي طبعا. لو حابب تقول اسماء برضه كابتن صلاح، قول اسماء. الله يخليك يا فندم. الشخصيات اللي هي وقفت جنب حضرتك برضه. نعم. يعني احنا بنشكرها اللي هي وصلت الشخصيه الجميله بطل العالم. بعد اذنك يعني، لان الناس ديت وقفت جنبي صراحه. لا اذكر اسمائها، واحنا يعني فخورين بيهم اللي هم وصلوا لنا نموذج بطل العالم. يعني دي حاجه احنا متشرفين بيها. الله يخليك يا فندم. والعالم كله متشرف بيها. معالي السفير بدر ابو عاطي بصراحه من الشخصيات اللي وقف جنبي. معالي سياده اللواء اركان حرب رفيع عزازي قائد الجيش الثاني، صراحه من الناس اللي سندوني وكده برضك. طبعا حضرتك يعني انا بشكر طبعا سفر كتير، معالي وزير الخارجيه، معالي الوزير سامح شكري وبرضك سندني ووقف جنبي. فالحاجات ديت بصراحه الحاجات ديت بتحفزني. الحاجات ديت بشرط، مش شرط هو بالكلمه، حتى لو بالبسمه. طبعا اهل بلدي بصراحه بيسندوني على طول وبيدعوا لي وكده، ودي والحمد لله. يعني انا الله يرحمها فقدت امي، كانت تدعي لي بصراحه، بس الحمد لله في امهات كتير بيدعوا لي، وده فضل من عند ربنا. فانا بحس حضرتك يعني ايه، ما حدش بينجح لوحده، ما حدش بيمشي لوحده. تمام. لازم يكون في فريق عمل معاك انت، بس اهم حاجه الاخلاق. احنا اهم حاجه يكون عندي روح رياضيه ويكون عندي اخلاق. انا نفسي شباب بلدنا كده، شباب مصر كلهم يكون عندهم اخلاق. وساند الصغير، ولو شفت ست كبيره في الاتوبيس او في الميكروباص اقف واجعدها، لان دي امي. لو شفت اب برضك
راجل مسن اساعده حتى لو في الشارع اخده بايده. تمام. لو شفت طفل مش قادر يمشي او طفل مثلا اسنده، لو شفت مريض اسنده، لو شفت مثلا ارمله اسندها بقدر المستطاع، لو شفت اي حاجه قدام. احنا عايزين نتربى على الحاجات دي بتاعت ايام زمان، نفسي نتربى على الحاجات ديت. ويا ريت مثلا مش كل حاجه مثلا مجرد ما حد مثلا يزعل مني هوب اقوم، ما ينفعش يعني ما اشتمش حد وكده، ما ينفعش. احنا خلقنا غير كده، احنا مصريين يا جماعه، نحب بلدنا ونخاف على بلدنا. المفروض احنا يعني عشان ننجح لازم يكونوا قلوبنا صافيه لبعض، لازم يكونوا قلوبنا صافيه لبعض. فدي طبعا انا يعني الام والاب، الزوجه برضك عليها عامل اساسي. يعني الحمد لله زوجتي بصراحه في جنبي بعد امنا الله يرحمها وكده، فاخواتي الله يرحمها يعني اختي برضك وكل اهلي. فالواحد ما لا لازم اكون كويس مع الكل، لازم اكون مع القريب، ومع حتى لو مش قريبي مع جاري مع كل حاجه عشان انجح. عشان لما حضرتك لما الواحد بياخد بطوله وتلاقي الكل بيساندك، دي بتدي لك والله احلى لحظه. لما برفع علم مصر بتلاقي الكل بيساندك، الكل بيساندك. انا لو زعلت من حد ما ينفعش، انا ما بحبش ازعل من حد، انا احب كل اخد كل الناس حبايبي واصدقائي، لان طبعا ايه دول بيحفزوني. لما مثلا بلعب بطوله ولا حاجه بيحفزوني. لما مثلا ان شاء الله باذن الله احنا في صدد ان احنا نعمل مدرسه كيك بوكسين. لما اعمل مدرسه كيك بوكسين نفسي ادرب اهل مصر كلته، نفسي الرياضه دي تبقى منتشره، نفسي كله يلعب رياضه ويبقى عنده صحه، نفسي ما حدش يروح لدكتور، نفسي ما حدش يروح مستشفى ويشوف واحد تعبان ولا ام تعبانه ولا اب مريض. نفسي ما اشوفش حد ديت، نفسي اشوف كل واحد عنده ثقافه هي اللي انا ماشي، اللي انا الميه دي عندي مهمه جدا. اكون عندي الثقافه، يبقى الواحد ماشي في الشارع كده وناس تمشي بلاش يجري، لا امشي. يبقى معايا جس الميه عمال اشرب منها وماشي. يبقى انا مش نفسي برضك اما لما بحب بلدي كده، لو لقيت اي قمامه ولا اي حاجه في الشارع وفي سله مهملات احط الحاجه دي في السله. يبقى منهج عندي يبقى انا بقى بتمرن، بخلص تمرين بمشي في الشارع، لقيت اي حاجه بحطها. حتى الصغير لو واحد صغير شافني كده هيشوفني هيعمل زيي. لكن انا لو لقيت حاجه ورميتها في الشارع ما كله هيرمي زيي. ما انا لو لقيت انا لو اخلاقي وحشه، عاوزين كلمه ثانيه، لو اخلاقي وحشه ما برضك غيرها هيبقى اخلاقه. لا انا عايز اكون قدوه، حتى لو واحد مثلا ممكن ما اضمنش اللي جابني في الشارع ده وظروفه ايه، اسامحه واسيبه وامشي. اسامحه واسيبه وامشي، هو بعد كده ممكن هيندم يقول ده انا قابلت النهارده حد وعملت اذى. لا ده انا ممكن لو قعد بالليل في بيته هيفكر، هيقول لا، هو هيقول نفسي اتعلم زي دوت، نفسي اتعلم زي ده. هي الرياضه ديت اخلاق. الرياضه دي والله حضرتك الانسان لما بيلعب رياضه وبتمرن في اصلا العلم هو اللي بيقول كده. في كمان حاجه زي حبايه العدس كده عند المخ هنا في ورا هنا كده، دي بتتاكسد مع الرياضه فقط لغيره. لو واحد عنده كتاب ولعب رياضه هيعالج نفسه. بتتاكسد ديت بتخلي واحد ريلاكس. هي الرياضه بتخلي واحد ريلاكس، بتخليش الواحد يتنرفز، بتخلي واحد واثق في نفسه، بتخلي واحد بيروح البيت لو شاف امه وشاف ابوه بيحترم الكل، زوجته كده. هي دي الرياضه. الرياضه دي منهج. المفروض انا بلعب رياضه، لو رحت انا لعبت رياضه وعندي شغل بكره في مصنعي او في عيادتي او ضابط او مهندس او دكتور، هروح عندي كده عندي نشاط وحيويه، غير لما جاي من النوم مش قادر اقوم. لا وكمان يا ريت مثلا يبقى عامل برنامج لنفسي. انا النهارده لعبت اتمرنت الصبح، ماشي، اروح طبعا عشان اتمرن الصبح وعشان يكون عندي لياقه قعد اعمل ايه حضرتك. اول حاجه لو عندي في البيت تمر بلح اكل 3 بلح، اكل بلح. ولو في موز اكل 70 موز. ولو في تفاح اكل تفاح، لو في شوكولاته كده خاليه من السكريات وكده اكل شوكولاتايه. واطلع التمرين وبس ميه على طول معايا. اخلص التمرين افطر بيض مع مشروم مع بروكلي مع زيت زيتون، لان زيت الزيتون ده من احسن حاجه بتغسل الكبد زيت الزيتون. انا لو شربت معلقه على الريق او خدت معلقه عسل، انا الحمد لله النهارده اول ما قمت من النوم صليت الفجر، بعد صليت الفجر عندي عسل نحل، خدت معلقه عسل نحل. بعد ما خدت معلقه عسل نحل عندي جاب توم كباسين كده جايبها من مانشستر، خدت بلح توم، بعد كده كلت بلح وكلت تفاحيه وطلعت على التمرين معايا جس ميه. خلصت شربت عصير، وممكن لو في فطار بفطر. وبعد كده دي ببدا خلاص، بعد كده ابدا اتغدى. بتغدى مثلا لو في مثلا ما كترش في الرز، لو رز بسمتك ماشي ما كترش في الرز. اكل خضار مع خضروات، ويا ريت تختار يكون مثلا خضار سيتو اللي هو بطاطس مع لوبيا خضراء او بسله خضراء او فاصوليا خضراء، الحاجات ديت مع الكوسه مع الحاجات ديت. قطعه لحمه او صدر فرخه او يعني حسب ما الواحد بياكل، نص فرخه حسب ما حسب مكانه كل واحد. وبرضه كابتن صباح كنت حابب برضه تقول للمشاهدين برضه الجوائز الموجوده مع حضرتك ديت، برضه نقول ليهم الحاجات ديت برضه نشير ليها. دي حضرتك دي بطوله العالم تمام في مانشستر تمام،
سلمها لي دكتور بيتر لويس. تمام. رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسين. تمام. دي اول عالم في وزن 85 فوق 85 ودي تاني عالم في الوزن المفتوح. تمام. طبعا تبقى لحظه فارقه لما كنت الحمد لله ربنا كرمني وبترفع علم مصر. طبعا ديت صوره من الاتحاد الدولي حضرتك. تمام. ودي شهاده اداها لي دكتور بيتر لويس اللي انا بنشر اللعبه. تمام. وان انا محافظ على مداوم على بطولات العالم كده يعني. ثبت دي كده بس باينه في التصوير. تمام كده. ماشي. تمام. طبعا دي حاجات يعني بتحفزني ان كل واحد بدور يعني بدور ان هو ياخد بطوله ان انا خد كام. لا ما ينفعش. شوف انت شوف انت شوف انت هتعمل ايه. طبعا الميداليات ديت طبعا عزاز عليا مش يعني عزاز عزاز كفايه انت بس لما تاخد ميداليه كده وتقول ايجيبت كفايه ديت دي بتبقى يعني في منتهى السعاده لما بذكر اسم مصر كده والكل بيسقف كده واستلام الوطني المصري بينعزف دي يعني اسعد لحظه عندي. عشان كده انا بتمرن كويس و بموت نفس التمرين عشان ربنا يكرمني. عنده بطوله في المانيا في شهر 3 القادم ان شاء الله باذن الله. وفي النهايه كابتن صلاح يعني بنشكر حضرتك جدا يعني وجبه دسمه ومعلومات كلها بسم الله ما شاء الله يعني ربنا رب يكرمك كده ويزيدك كمان من نجاح وبطولات كده وشهادات كده باذن كل ما تيجي ان شاء الله في بطولات ازيد ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا الكرام كده خلصت حلقتنا النهارده واستنونا الجمعه الجايه في نفس الميعاد مع برنامج مع الامين. السلام عليكم ورحمه الله.